ممكن يقول لي في الامتحان ارسم سلم معين استير، ويقول لي مثلا اختار الطيب بتاعه كذا، تمام، زي ما هو يقول لي هرسم، يقول لي مثلا من دور كذا لدور كذا، تمام. فهنا فاونديشن لليفل لور، هو عايزني مثلا فاونديشن لليفل 2 مثلا، اجي هنا اقول له هختار لي ليفل 2، تمام، وابدا ارسم من المكان اللي هيقول لي عليه. هو ما بيسيبلكش كده، لازم يقول لك من جريد كذا لجريد كذا، فتبدا ترسم مثلا من هنا، تمام، وكمل مثلا من هنا. ممكن بقى يسالني مثلا عدد السلالم طلعوا معاك كام، ممكن يقول لي العرض بتاع السلم طلع معاك كام، تمام. يعني يبدا يسال الاسئله على السلم زي ما هو يسال، زي ما الرقم هيطلع لك تكتبه على طول. ممكن يقول لي مثلا ارسم فلور وارسم اوبننج، تمام، خلينا نرسم على طول فلور مثلا، اقول لكم مثلا هنا مثلا، ويقول لي مثلا ارسم اوبننج من الجريد دوت للجريد دوت، تمام. خلي بالك لما بترسم اي شكل مغلق جوه شغل مغلق اخر، فده يعتبر زي اوبننج، فده هيطرح من المساحة. هتبدأ تشوف المساحة قد ايه بعد ما رسمت الفتحة، هتلاقي المساحة اقل من الاول، اقل ما كانت من غير الفتحة، فتكتب الرقم الجديد.